سمي شيء تحبه يوم العطلة الأسبوعية. يلا حذيفة. النوم. النوم. استراحة نوم. النوم. قال النوم. سلطان النوم. سلطان. صح. سلطان النوم. مع من نذهب؟ مع من نلعب معكم؟ أكيد معنا. تفضل أخ حذيفة. تفضل أخ مروان. يلا. السؤال يقول سهل. سمي لي شيء تحبيه يوم العطلة الأسبوعية يوم الجمعة. شو تحبين بيوم الجمعة؟ الجمعة مع العائلة، جمعة العائلة. لمة العائلة، جمعة العائلة، أحبها. خلينا نشوف. ال 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 اللقاءات العائلية والأقارب، أصدقاء وعلي. سمي شيء تحبه يوم العطلة الأسبوعية. أكلة المفضلة يوم الجمعة لها مميزة تكون. الأكلة المفضلة. يعني الأكل والعزيمة والدعوة وما أعرف شنو مو؟ أي. يا خلينا نشوف. آه. أكلة دسمة. شنو الأكلة الدسمة؟ أكو غير باتشا؟ والله. أيوه بتسوي هالشيء. الباتشا. وينك أنت؟ شو مبين عليك باتشا؟ هم هو ثلاثة المحسودين. إيه. اللي ينام على المخدة أول خمس دقائق، واللي يأكل وما يسمن. إيه. أنت. إيه أنا أكل ما أسمن الحمد لله. والثالث. الثالث ما جاي على بالي. ياكل هواي. إيجول. السفرات. 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 شنو السفرات يعني؟ السفرات ويا الأصدقاء. السفرة ويا الأصدقاء، العائلة ويا الأصدقاء. خلينا نشوف. نعم موجود. التنزه والتسوق. وحذيفة. لقاء الأصدقاء. لقاء الأصدقاء في العطلة، يوم العطلة لقاء الأصدقاء، نقعد بالمقهى. لا ليش؟ لأنه هي اللقاءات. ما صحيح. أكلة دسمة، النوم والتنزه والتسوق واللقاء. أربعة بعد. شو تقولين شهاد؟ اللعب مع الأطفال يوم الجمعة يكون مميز يعني. اللعب مع الأطفال. اللعب مع الأطفال. اللعب. وصح. برافو. ثلاث احتمالات بقت. ويلا علي. يلا أخوي. صلاة الجمعة. الله. الصلاة. الصلاة. صح. صح علي، برافو عليك. وإيفون. إيفون. سمي شيء تحبه يوم العطلة الأسبوعية، الجمعة خاصة، احنا الجمعة هم. لمة الأصدقاء. لمة الأصدقاء. الخطأ الثاني من حقكم. أن تفكرون ما طلعت اللقاءات، مو صحيح؟